مرحبا بكل أوفياء الإذاعة القريبة منكم متغاديو في حلقة جديدة اليوم من برنامجكم سيداتي سادتي بفقرات منوعة فيها مجموعة من الأفكار ومن الاقتراحات لكل الناس اللي كيتسناو الحلقات ديال اليوم الأربعاء باش نجاوبوا على كل تساؤلات اللي عندها علاقة بالموضة. فاليوم إن شاء الله غادي نجاوبوا عليها رفقة مصممة الأزياء دلال الريح. أهلا وسهلا بك دلال. أهلا عفاف، مرحبا بك معنا المستمعين الكرام. اليوم إن شاء الله كل تساؤلات اللي عندها علاقة بالموضة غادي نجاوبوا عليها معاك مصممة أزياء دلال الريح إن شاء الله اليوم من خلال فقرة بريكولاج. مجموعة من الأفكار ومن الاقتراحات وصلتنا عن طريق صفحة برنامج سيداتي سادتي في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. فاليوم غادي نرجو الأفكار والاقتراحات اللي بعثت بها فاطمة بالحاج، أم أشرف، نعيمة وأروى كذلك. فما تخلوش أفكارهم واقتراحاتهم والحية ديال الدار تفوتكم لأنها مفيدة بزاف. باب التواصل مع كل أوفياء إن شاء الله وكيف العادة غادي يكون مفتوح في الجزء الثاني خلال الحلقة عن طريق الأرقام اللي هي 0522 46 72 50 51 أو 52. ما تنسوش الرقم 5080، ما عليكم إلا في أول SMS اللي غادي تبعتوا به تكتبوا كلمة ماد، تخليوا فراغ صغير وتبعثوا بسؤالكم وعلاش لا بالفكرة والاقتراح اللي عندكم تفيدونا بها للرقم 5080. حنا قبل ما غادي نمشي والأولى فقرتنا غادي نبقاو مع أولى اختياراتنا الغنائية نسمعوا لها وراجعين ما تمشيو فين. إذا على القربة منكم وبرنامجكم سيداتي سادتي واليوم بحضور مصممة الأزياء دلال الريح. دلال غادي نمشيو باش نجاوبوا على مجموعة ديال التساؤلات اللي عندها علاقة بالموضوع. فقط أمنية ديالنا إن شاء الله أنه الوقت يكفينا باش نجاوبوا على كل التساؤلات. فغادي نبداو بأول سؤال ديال حليمة من فاس، ولكن فقط بغيت نقول لكل المستمعات الكريمات على أنه بعض المرات الأسئلة اللي لاحظتي دلال كتكون مشابهة. فمثلا سؤال ديال حليمة كنلقاو كيشبه سؤال ديال لطيفة، ديال سعاد، ديال إيمان. فالوقت اللي حنا كنجاوبوا مثلا على مستمعة واحدة راه كنكونوا جاوبنا عليهم كاملين، حتى باش الاستفادة كتكون أكثر. فغادي نبداو بسؤال ديال حليمة من فاس اللي كانت سولات على توب ديال المبرف الخضر، قالت هي مغلوق. وهذه فرصة بغات تعرف منك دلال، كتقول حليمة واش الخضر مغلوق هو اللي كنقصدوا به الفاغوايال، وكتسولك هذا التوب ديال المبرة واش يصلح على أنه يكون قفطان بياسة واحدة أو لا ديروا لبسة دو بياس. فغير بدا بالشطر الاول ديال السؤال، قالت كتسال على الفيغوايال واش هو الخضر مغلوق. هو نوعا ما مغلوق، ولكن كيكون الا بغيتي تقولي نقي ماشي بحال داك الخزي او الفيركاكي، كيكون شويه مايل للكحوله بحال الافتصاص ديالو داخله شويه الكحوله. الفيغوايال فهو لا نقي، هو خضر مغلوق نوعا ما، ولكن فيه واحد اللمعه ديال الخضوريه، ما كيميلش نهائيا للسواد. واخا وبالنسبه لبغات تخدموا قفطان او لبسه، انا نظري انك رفضلو قفطان أيه. وتخدموا بالكراميل فكيعطي واحد المزيج جميل جدا. هذا السقلي كراميل، كراميل بالنسبه للسفيفه منشير انه ما بقاوش سفايف في عراض، فهما اليوم رقاق، وماشي شرط ان نخدموا بالسقلي، رجعنا كنخدموا حتى بالحرير، وممكن داك السقلي تدخلوا مثلا في الطرز، انا كيبقى الاختيار. لكن مادام هي بغاتو الحضور فانا كنفضل تخدموا بالسقلي كراميل أيه. ودخل فيه تنبات والطرز. فالتنبات هنا كيبقى لها الاختيار، بغات دير الحجار او العقيق او المزونه. حاجه وحده كنقول لها تحافظ في الالوان، في اختيار الالوان، الا كانت بغات تبقى في هذا لو طون ديال الفيغ والسقلي فتخدموا باللون ديالو ديال الارض وتدخل معاه دي ديغرادي، وباش ما يبقاش هذاك السقلي كامل يبقى بوحدو كان مثلا غير في الخدمه غير في السفيفه والعقد، فممكن تدخل حجيرات بنفس اللون. بنفس اللون واخا. نمشيو هذه المره السؤال ديال سليمه من مدينه سطات اللي كتسولك دلال، كتقول واش توب ديال بروكار يمكن يتخيط للصيف، يعني نحضروا به لشي مناسبه في الصيف توب ديال بروكار. هو البروكار فيه انواع، الا كان ان بروكار دو سوا اللي هو رطب وطايح أيه. فلا حرج، ممكن يكون ممكن تستخدمه في الصيف أيه. لكن الا كان توب اللي واقف ومخشب فهو غادي يصهدها في الصيف، من الاحسن انها تفاده. واخا نمشيو هذه المره السؤال ديال حنان من تازة اللي كتسول ان شاء الله غيكون العرس ديالها في شهر 5، غتكون عروسه، فان شاء الله نتمنوا انه ربي يكمل عليها بالخير هي وكل العريسات. فكتسولك دلال كتقول هي بغات منك شي اقتراحات للجلابه ديال العروسه والجليلبات اخرين، هي غادا تكون مازال عروسه جديده وغتزامن مع المناسبه ديال شهر رمضان، فربما غتكون في دارها وغتمشي لدار ناسها، خاصها ديك جليلبه اللي كذلك يكون داك الايحاء انها عروسه جديده. فبغات منك اقتراحات لزوج ولا ثلاثه ديال الجليلبات اللي غتحضر بهم، يعني كيف ما قلنا غيكونوا في المناسبه من بعد العرس ويبقاو عندها حتى المناسبه ديال شهر رمضان الكريم ان شاء الله. فهنا كنظن كتسال حتى على الالوان على التوب الالوان والخياطه.
فهنا بما اننا مقبلين ان شاء الله على فصل الصيف فمن الاحسن انها تمشي في التويبات اللي هي خفيفه ديال الخيط ديال لولا. لكن بالنسبه مثلا الجلابه اللي خاصها تكون في داك الايامات الاولى الجلابه اللي غادي تلبسها في الاول يعني قبل شهر رمضان، فانا كنصح انها تخدم ديرها شويه تكون نوعا ما كلاسيك كما كنقولوا جلابه بعقلها ديال العروسه ديال العروسه يعني. كتكون كلاسيكيه نوعا ما كلاسيكيه نوعا ما تخدمها بلون يكون لون اوني، دير الكريب او الكريب دو سوا كيجي رائع في الجلالب. وبالنسبه للالوان وتخدمها بلون واحد يعني في لونها. بالنسبه للالوان فانا كنقترح عليها الوان صيفيه بحال الصومون بحال الغوز بارد او البلو سيال او الفيغ كلير الفيغ بارد. تخدمها اللون في اللون، من الاحسن الا كانت امكانيات فتخدمها بالمعلم. وديك ساعتي كي بغات تدخل فيها زواق ما بغاتش ديرها كلها بزواق تخدمها زواق نص طوق او لا تدخلها تخدمها بنص تزيري فحتى هو كيجي زوين. وهنا بالنسبه لهاد الجلابه تدخل معها القميص فمن الاحسن لان هي بغاتها تكون جلابه كما كنقولوا حنا جلابه رسميه. غير بالنسبه للقميص شنو تقترحي عليها في الثوب يكون ساتان ولا بون الا هي كانت بغات باش هذاك القميص تستغلو وتلبسو من بعد فمن الاحسن ديروا ساتان تخدموا براندا او لا بدريس وميم طون غيصلح لها باش تستقبل في دارها. واخا غادي نرجعوا عندك دائما مصممات الاسئله للريح وغادي نواصلوا طبعا الاجابه على سؤال ديال الحنان المنتزه. غادي نرجعوا نجاوبوا كذلك على السؤال ديال ام امين من تطوان، سهام من هواره، زينب من مدينه الدار البيضاء. فان شاء الله كل التساؤلات ديالكم اللي عندها علاقه بالموضه نجاوبوا عليها اليوم مع مصممه الازياء داله للريح من خلال برنامجكم سيداتي سادتي وعلى مد غاديو. دائما الاذاعه القريبه منكم، فاصل وراجعين بقوا معنا. ورجعنا دائما على ميد غادو الاذاعه القريبه منكم ورفقة دلال الريح. دلال بقينا طبعا في السؤال ديال حنان المنتزه اللي قلنا غتكون عروسه ان شاء الله في شهر خمسة، عطيتيها الاقتراح بالنسبه للجلابه ديال العروسه، عطيتيها كذلك مجموعه ديال الاقتراحات بالنسبه للالوان ديال الاثواب اللي غادا تختار، اللوينات اللي غتكون مفتوحه خاصه بالفصل ديال الصيف مثلا صومون بارد غوز مثلا. فمازال تعطيها اقتراحات اخرى دلال ولا هاد المره نمشيو للخياطه؟ لا مازال نعطيها حيت انا هضرت حتى على الخياطه في الشطر الاول من السؤال، فقلت لها بالنسبه للجلابه الاولى تخدمها اللون في اللون. باش نخالفوا على اقتراحات وحدين اخرين. بالنسبه نعطيها اقتراح تخدم جلابه اوني، بالحق هذه المره تدخل الطرز تدخل اللوينات فاقترح مثلا تطرزها نص طوق وتدخل فيه اللوينات كيجي المنظر جميل وحتى كتجي جلابه بعقلها وغادي تبدل الشكل. بالنسبه للاقتراح الثالث فهنا انا بغات الاوني كانت كتسمي اللون الموحد تخدمها برشمان باللوان اولا تخدم كيف ما ذكرنا الاسبوع الماضي تخدم توب امبريمي وتخدم يكون مورد مورد اولا ديزاسبرو اولا مخطط فحتى هو المنظر ديالو كيجي زوين بزاف. وتخدمها لون واحد اما نص تزيري عين وعقده اما بالبرشمان لون واحد. واخا نمشيو هاد المره للسؤال ديال ام امين من تطوان اللي قالت عندها توب ديال مليفه رقيقه مع توب ديال جوهره، اذا زوج ديال التويبات بغاتهم ان شاء الله الموسم ديال الحج، فهي بغات تعرف شنو تقدر دير بهاد التواب، اذا توب ديال مليفه رقيقه مع توب ديال جوهره. نظن ان بجوجهم بغاتهم جليلبات ولا هي بغات الاقتراح ديالك قالت على انه اللوينات بجوج هما في البيض فإلا كانت غادي مثلا دير التوب ديال المليفه ويكون قميصها ديال جوهره فتنصحها باش تخدم المليفه تخدمها بالمعلم دير فيها زواق لان المليفه ملي كتكون مليفه خصوصا اللي كانت مليفه حره وهذا غتبقى لها يعني ما غاديش تموت غادي تستغلها. تخدمها بزواق ديال المعلم وجوهره الا كانت غتدخلها تخدمها كقميص فتخدمها براندا. واخا او الا كانت جوهره غادي ديرها جلابه بوحدها فتخدم ان جوهره كتجي انيقه جدا براندا تخدمها براندا ودير لها قميص لان جوهره كيكون التوب ديالها رهيف كيبين فتدير لها قميص ديالها ديال الحرير وتخدمو حتى هو بواحد راندا تكون رقيقه او لا دير لها الملاقيه مع دريس يكون انيق. فلا سواء لا المليفه ولا جوهره فهي اثواب انيقه جدا خصوصا ملي كيكون الالوان فاتحه. نعم وكيف ما قلتي غير شي حاجه اللي غتكون خفيفه الملاقيه راندا خفيفه لانه كنعرفوا الموسم ديال الحج فما تحتاجش انها تكون شي حاجه ثقيله ولا باينه بزاف. نمشيو هاد المره دلال سؤال اخر اللي هو ديال سهام من هواره، هي كتقول في العمر ديال 24 عام وبغات منك اقتراح بالنسبه للبس هاد الحضور للعرس ديال الاخت ديالها، اذا هي غتكون الاخت ديال العروسه حتى هي كتكون عليها العين. ان شاء الله طبيعه الحال الاخت العروسه كتكون مميزه فهي بغات منك شي اقتراحات للبسه ان شاء الله شنو الثوب اللي غتقترحي عليها اللون والخياطه اللي
دير العمر ديالها كيف ما قلنا 24 عام، فهي العمر ديالها مازال صغيره. فبالنسبه للالوان فانا كنصحها بالوان اللي هي باينه، كما كنقولوا كولور تكون فلاشي بحال البلو روا، بحال فرومبواز، بحال الكوراي. وبالنسبه لحاجه وحده انا كنصحها باش تكون الفصاله ديالها فصاله عصريه، فتبعد تحاول تبعد من القصات الكلاسيكيه لان العمر ديالها مازال صغير، وهي قصات اللي كتكون متميزه بحال مثلا الكمام ديرهم 3/4 يكونوا كمام مقبوطين 3/4 او. وبالنسبه للفصاله ديال اللبسه فيكون العرض او لدخل لي بانو او لدخل في الخدمه مثلا دي غالون وداك لي غالون يتخدموا، فهي في نفس الوقت تعطيها واحد الشكل عصري بالنسبه للبسه. بالنسبه للاثواب فهنا الا كانت بغات تخدم الاوني فتستخدم الكريب جورجيت وتخدمه، تدخل فيه التنبات، تدخل فيه الطرز، وان شاء الله تجيها لبسه في الشهوه ان شاء الله. نمشوا هاد المره للسؤال ديال زينب من مدينه الدار البيضاء اللي كانت وصلت معنا وكتسول دلال على الطرز الرباطي المخدوم باليد، واش هو دائما دارج على الموضه وما كيموتش؟ فالطرز الرباطي من هو الطرز كله في الحقيقه كيبقى شريف، وخصوصا ملي كيكون مخدوم في اليد فهو ما كيموتش، وبالعكس هما الاشياء اللي ممكن توارثوها وحتى القيمه ديالو كتكون احسن حاجه اللي مخدومه باليد ماشي بحال بالماكينه، حاجه انه كياخذ شي شويه الوقت، وحتى الثمن ديالو كيكون مرتفع مقارنه مع الماكينه. ولكن كيف ما قلت لك هادو مثلا الباسين اللي ممكن نقبطهم في بلاكار ديالنا وكنتوارثوهم الام يعني جيل على جيل، فالطرز ما طرز رباط اليد ما كيموتش، واللي دارج دابا في المضاف هو كيدخل عليه لي بغيد كيتطرز بلي بغيد، دخل عليه التنبات ايضا. فاذا كانت ناوي دير رباطي ديال اليد توكل على الله مازال دارج. سولات كذلك زينب من مدينه الدار البيضاء على طرز نطع في الحزام، كتسولك واش هو دارج على الموضه واش يجيها مع اللبسه، يعني اللي دابا كنشوفوها الفصاله الروميه وهذا الشيء دارج على الموضه، واش ممكن اللبسه نديروا معها الحزام ديال طرز نطع؟ لا، فإلا كانت الفصالة عصرية فنتفاداو هاد، لأن مثلا طرز نطع هو كلاسيكي يجي وفعلا. وغير سمحي لي دلال هنا بالنسبة للناس اللي ما كيعرفوش طرز نطع يعني هاد الحزام كيفاش كيكون مخدوم؟ فهو مخدوم باليد، ومع الأسف ما غنقولوش نضاطر ولكن هو قليل بزاف، مازال كنظن في فاس ربما في مدينة فاس، وكاين أشخاص اللي كيتعدوا على رؤوس الأصابع اللي كيخدموه. وسبحان الله صدفة البارح مع واحد السيدة تكلمنا عليه، قالت لي أن الجدة ديالي كانت كتخدمو الأخوات ديالي كلهم عندهم إلا أنا ما كتبلهاش لنا، السيدة تقدمات في العمر. أش قلت لك فهو طرز ونادر جدا جدا، فإلا كان عندها فمن الأحسن تحافظ عليه. حاجة وحده كنا تكلمنا عفاف على العرض ديال الحزام فما بقاوش الحزام معرض، دونك خصو يكون رقيق. وهذا النوع ديال الحزيمه ديال مثلا ديال الرباطي ديال نطع عفوا، فما كيجوش مع القصات العصريه، غتلبسوا مع واحد القفطان اللي هو كلاسيكي كيف ما كنقولوا، لا كوب ديالو دغوات فيه الافتتاحات في الجناب، او اللبسه اللي هي تقليديه اللي هي مثلا مفتوحه في الجناب والكمام ديالها يعني الفصاله اللي كانت زمان. شكرا لك دلال الريح، ومازال غادي نرجعوا لعندك في الحلقه ديال اليوم ان شاء الله ونجاوبوا على باقي التساؤلات ديال كل المستمعين الكرام اللي غادي يتواصلوا معنا في الحلقه ديال اليوم. هذه المره غادي نمشيو لفقره بريكولاج ومجموعه من الافكار ومن الاقتراحات. اول اقتراح غادي نبداو به في الحلقه ديال اليوم هو من عند فاطمه بالحاج، كتقول اختي عفاف بالنسبه للناس اللي كيحماقوا على لي بارفان الوقت اللي كيرشوهم كيبغيوهم يبقاو متبتين ويدوموا اطول مده ممكنه، كتقول انا نصيحتي لهاد الناس على انه دائما نمشيو للاماكن اللي فيها النبضات اللي كيكون فيها، يعني كتكون مثلا الا تكلمنا على الجهه اللي مورا الاذنين ديالنا، كذلك الجهه ديال المرفقين كنقول من الداخل ماشي من على برا، فالوقت اللي كنقيسو كنلقاو داك النبض كيكون. فكتقول هذوك الاماكن اول حاجه كيخصنا ندهنوهم اما بالماده ديال فازلين او لا بشي كريم مرطب، عاد كنرشوا البارفان. هاد الحيله اشنو كدير؟ كتخلي على انه ديك الرائحه اولا البارفان كتبقى مده طويله كندوزو بها النهار كامل بغض النظر على الماركه ديال البارفان اللي حنا دايرين كيفاش دايره، فهي كدوم اطول مده. عطاتنا كذلك فاطمه بالحاج اقتراح اخر، كتقول بزاف ديال السيدات وانا وحده منهم والوليدات ديالي ما كيحلى ليهم يلعبوا الا بالغوج على ليفغ او بالاحمر ديال الشفاه وكل ما عنده علاقه بالمكياج الوليدات كيلعبوا به، فكتقول دائما كتلقاهم مهرسين. هذا الشيء علاش؟ هي لقات واحد الحيله ما يمكنش تضيعهم الوقت اللي مثلا داك الاحمر ديال الشفاه او حتى الفغاجو الا تهرسوا اشنو كدير؟ كتاخذهم وكتخلطهم مع شي كريم مرطب وكتخليهم للدهن ديال الوجه ديالها، فكتقول اشنو النتيجه؟ كتستعمل منهم غير واحد الكميه قليله والوجه ديالها كيكون فيه واحد الغفله ديال واحد اللون اللي هو غوز في البشره ديالها،
شكرا لك فاطمه على هذا الاقتراح، ان شاء الله يعجب بزاف ديال الامهات اللي عندهم هكذا وليدات فيهم الشغب وفيهم الشقاوه. غادي نرجعوا مازال ان شاء الله ومزيد من الافكار ومن الاقتراحات من عند ام اشرف، من عند نعيمه، ومن عند اروى في حلقه اليوم من برنامجكم سيداتي سادتي وعلى ميد غاديو. اكيد الاذاعه القريبه منكم فاصل وراجعين فبقوا معنا. رجعنا على ميد غاديو الاذاعه القريبه منكم، ودائما المزيد من الافكار ومن الاقتراحات من خلال فقره بريكولاج. من بعد الاقتراحات ديال فاطمه بالحاج هذه المره غادي نمشيو لاقتراح اخر اللي هو ديال ام اشرف. كتقول اختي عفاف الاقتراح ديالي غادي يفيد كل السيدات بالنسبه للمقله ديال المسمن مع كثره الطياب، غالبا ما كتكونوا فيها واحد الطبقات اللي كتكون فيهم الكحوله. اشنو كيخصنا نديرو؟ غناخذوا المقله كنخلطوا الخل مع الملحه، اما الخل الابيض الا ما كانش نكتفيو غير بالخل العادي، كنخلطوه مع الملحه حتى كيتجانسوا مع بعضياتهم، كنديروهم في المقله وكنخليهم كيتغلاو مزيان على عافيه مهيله فوق البوطه، حتى كنبداو كنشوفوا على انه دوك الطبقات بداو بحال كيتهرسوا ولا كيتشقوا. ديك الساعه كنحيدوها من فوق النار، كنتسناو عليها شويه حتى كتبرد، ماشي تبرد بزاف غير على ما كتدفى باش ما كنتحرقوش في اليدين ديالنا، وكنستعملوا داك الجيكس اللي كيكون غليظ وكنبداو كنحكوا في ديك المقله. فكتقول راها كترجع بحال جديده ودوك الطبقات ما كيبقاوش نهائيا. اذا كيكفي انه نخلطوا اما الخل العادي او الخل الابيض مع الملحه، كنخلطوهم مزيان كنديروهم في المقله وكنخليوها كتغلى فوق البوطه على عافيه مهيله، حتى كنبداو كنشوفوا انه دوك الطبقات ديال الكحوله بداو كيتهرسوا ولا كيتشقوا. ديك الساعه كنطفوا عليها البوطه، نتسناو شويه على ما تبرد، يعني كتكون مازال دافيه، كناخذوا الجيكس اللي كيكون غليظ وكنبداو كنحكوا في ديك المقله باش كينزلوا دوك الطبقات اللي كيكون فيهم الكحوليه. نمشيو هذه المره لاقتراح اخر من عند نعيمه، والاقتراح ديالها كتقول بالنسبه للروبينيات اللي كيكونوا ديال لافابو سواء في الحمام اولا في الكوزينه، الا بغينا نرجعوا لهم اللمعان كيف ما كان النوع ديال المعدن ديالهم، اشنو كيخصنا نديرو؟ كناخذوا الورق النشاف وكنغلفوا به دوك الروبينيات، من بعد كنخوع عليهم الخل الابيض باش كنفزقوا داك الورق مزيان، وكنخليو داك الورق مع داك الخل الابيض اللي حنا خوينا عليه لمده ديال ساعتين. ديك الساعه كنزولوا داك الورق، كيكفي انه نمسحوا غير بالبونجا وها هما الروبينيات رجعوا كيشعلوا بالنقاوه وفيهم حتى اللمعان. كتقول كيف ما كان المعدن سواء كان روبينيات ديال النحاس ولا كانوا ديال لينوكس، كيف ما كانوا كيكفي انه نغلفوهم بالورق النشاف الورق ديال الكوزينه، من بعد كنخوع عليهم الخل وكنتسناو المده ديال ساعتين. ديك الساعه كنزولوا داك الورق اللي كيكون فزق بالخل وكنمسحوا بالبونجا باش كنرجعوا نقاوه اللمعان للروبينيات سواء ديال الكوزينه ولا ديال الحمام. عطاتنا نعيمه اقتراح اخر، كتقول بعض المرات اختي عفاف السيدات كيبغيو يحضروا لي وجدوا الدجاج اللي كيكون محمر وكيتفاجئوا على انه ما عندهمش العطريه ولا ديك المروزيه اللي خاصه بالدجاج. كتقول هنا الطريقه سهله، ما عليهم الا يستعملوا العطريه العاديه ديال الدجاج وفقط يكثروا الكميه ديال السكينجبير طري اللي كيكون محكوك، هذا هو السر اللي كيعطي اللذه للدجاج الا كنا بغينا نحضروه محمر وما كانش عندنا المروزيه ديال الدجاج اولا ديك الشرموله اللي كيعرفوها كل السيدات. اذا يكفي انه نستعملوا العطريه العاديه ولكن كنضاعفوا الكميه ديال السكينجبير، ومن الاحسن انه نستعملوا سكينجبير اللي كيكون طري يعني كنحكوا في الحكاكه ديال اليد. نمشيو لاقتراح اخر هذه المره من عند اروى. اروى كتقول بزاف ديال المرات كيتحرق لنا الطاجين من الوسط، كاين الناس اللي ما كيعجبهمش داك المذاق ديال الحراق واخا كيكون قليل، هادشي علاش كتنصحنا؟ على انه الوقت اللي حنا كنبغيو نديروا الخضره في الطاجين دائما نحطوها غير في الجناب وكنخليو داك الوسط فيه بحال واحد الحفره صغيره باش هذيك داك المكان وديك البلاصه هي اللي كنبقاو كنخوفوا فيها الماء مره باش كنضمنوا انه الطاجين ما كيتحرقش. وكتقول كذلك الا توفروا عندنا دوك العويدات ديال الكرافس ديال القزبر والمعدنوس، هادشي علاش كتنصح كل السيدات الوقت اللي كننقيو القزبر والمعدنوس دوك السيقان اولا العويدات من الاحسن نغسلوهم ونحتفظوا بهم لانهم كيفيدونا، منهم كيخليو الطاجين ما كيتحرقش وكيطلقوا كذلك ديك اللذه والنسمه ديالهم في اي شيء وطيبناها في الطاجين. شكرا لك اروى، شكرا لك نعيمه، ام اشرف وفاطمه بالحاج على كل افكاركم واقتراحاتكم اللي نتوما فتونا بها في الحلقه ديال اليوم. باب التواصل مفتوح مع كل الاوفياء، والارقام هي 05 22 46 72 50 51 او 52. ما تنساوش كذلك الرقم 5080 ما عليكم الا في اول اس ام اس كتبوا كلمه ماد ضروري ولازم تخليوا فراغ صغير وتبعثوا بسؤالكم او بالفكره والاقتراح اللي عندكم للرقم 5080. غادي نمشيو لاول اس ام اس قبل ما ناخذ اول مكالمه دلال من عند مستمعه الكريمه اللي هي حنان من تماره، كتقول انا بغيت اقتراح من عند دلال، عافاك بغيت ناخذ شي توب لرمضان ان شاء الله غادي يجي في الصيف، وبغيت نخدم شي جلابه كتقول انا شهوتي اما في الرانده اولا في الطرز، فشنو النصيحه اللي تعطيني دلال؟ انا العمر ديالي 31 عام، واش من الاحسن ناخذ توب ديال المليفه ولا لا كاين اثواب اخرى؟ لان احنا بما اننا في فصل الصيف حتى المليفه رقيقه ولكن الجو حار عليها، فمن الاحسن تاخذ شي توب ديال الخيط اولا ديال القطن. بالنسبه سواء لا الطرز ولا الرانده فهما
زوينين ودارجين على الموضة. حاجة وحدة إن الرندة كتاخد الوقت، إلا كانت بغات باش توجدها لرمضان نظن راه هذا هو الوقت، وإلا ربما تكون معطلة. بالنسبة للأتوف كما قلت لك كاين لولان، كاين إلا كانت غادير مثلا لولان فغادي تخدمو بالطرز كيجي النتيجة كتكون أحسن، وإلا كانت الرندة فتاخد توب ديال كريب كما قلت لك قبيلة، كريب دو سوا. أييه نمشوف أول مكالمة نتواصلو مع صفاء على الخط معنا من مدينة الدار البيضاء. مرحبا بصفاء. شكرا اخت عفاف. اهلا وسهلا بك. الحمد لله صفاء، اهلا وسهلا. الحمد لله. بس واحد جوج اسئله للمصممه. اييه شنو هو السؤال الاول؟ تفضلي صفاء. الو نعم كنسمعوك صفاء، كنسمعوك تفضلي شنو هو السؤال الاول؟ عندي واحد لعبه في النيفا. اييه في اللون مارون، ولكن المشكل بغيت شي حاجه تكون عصريه، شي خياطه تكون عينه بهذيك سي با صافا كتشان خياط ديما سي با. اييه شي حاجه تكون موديرن، الا كان جات على خاطره مصممه تعطينا شي حاجه موديرن ولا دارجه على الموضه. واخا اسمحي لي مليفه، مليفه رقيقه. مليفه بين وبين يعني ديال هاد الوقيته دومي سيزون. وعندي جلابه عاود في الاسود، ولكن الزوج ديالي حتى هو باغي شي خياطه تكون عصريه. واخا على خاطرك واخا الزوج ديالك شنو التوب؟ غير سمحيني هنا اش من توب عنده صفاء؟ هو عنده مليفه ولكن اللون غير أسود. هو اسود. واخا ان شاء الله نجاوب على كل سؤالاتك. شكرا لك صفاء. الله يخليك الاخت عسل. نعم الا جات على خاطرك بغيت غير المره ديال الاخت حوريه. واخا نرجعوك ان شاء الله لعند سميحه في ستوندار وهي تلبي الطلب ديالك وتعطيك الرقم اللي انت طلبتيه. نبداو باول سؤال ديال صفاء دلال، سولات على جلابه مليفه اللي هي قالت ديال هذا الوقت دابا يعني مليفه بين وبين. بغات تعرف هي اللون ديالها كيف ما قالت ماغون، فبغات شي حاجه اللي هي عصريه، قالت هي عيات السفيفه والعقاد وهادشي. عيات لا لان ملي كنقولوا مليفه كنمشيو لجلابه كلاسيكيه. نعم. فانا النصيحه انها ديرها جلابه كوب ديالها دغوات. أيه. بالفتاحي كبار والكمام ديالها ما يكونوش عراض، لان المليفه ما غاديش تجي نديرو فيها الكمام تخواكا ونديروها مقزبه، فمن الاحسن فالشكل هذا اللي عطيت لها غادي يجي زوين. أيه. وباش تخرج على ديك النمطيه ديال السفيفه ديال المليفه كنخدموها اللون في اللون، فانا النصيحه اللي نعطيها تدخل فيها الوينات ماغون مثلا. شنو الالوان اللي نقدروا نديرو؟ مثلا في الماغون ممكن تدخل اللون الاصفر، ممكن اللون الاخضر مثلا اللي كانت غادي تدير لها الطرز. تدخل فيها الصفر الخضيضر والماغون اللي هو الارض ديالها. أيه. باش نبعدو كما قلنا الا ذكرتي عفاف هضرنا على اللون الماغون الاسبوع اللي فات. أيه. قلنا نبعدو من داك الباج والماغون فكندخلو فيه الوينات، وتخدمها اما دخل طرز نص طوق ديرو باللوينات. أيه. او لا برشمان باللوان بهاد الوينات هادو اللي عطيتها. واخا الجلابه ديال الزوج ديالها صفاء تحت هي توب ديال المليفه في النوار في الكحل. انا صفاء نظن مبغاتش كل ما هو كلاسيكي، بغات تخرج على المعتاد. بون بالنسبه للجلابه ديال الرجال فالا ما بغاش القصه كلاسيكيه، ممكن كاين كما كنقولوا حنا القصه جلابه جبليه. أيه. كتكون بالكمام كساف طايحين، كتكون بالخراط، فحتى هي المنظر ديالها كيجي زوين. نعم الخياطه ديالها شنو نقدروا نديروا؟ انا نصحها تخدمها برشمان، تخدم برشمان حتى هي مليفه، حتى هي مليفه تخدمها برشمان. نعم. البرشمان غادي بطبيعه الحال هنا اللون في اللون، اللون في اللون ممكن يدخل فيها ربما اللون الابيض او الباج الشيشه. نعم شيشه قليله. نعم. ولكن باش كنهرسو اكزاكت. واخا نمشيو من بعد صفاء، هذه المره كانت معنا من مدينه الدار البيضاء في مكالمه اخرى. هذه المره نتواصلوا مع ليلى على الخط من العاصمه الرباط. اهلا وسهلا بليلى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ليلى الا سمحتي الراديو اللي حداك طفيه ولا بعدي عليه، لانه ما غنسمعوكش بشكل واضح، ودائما كنقول هذا رجاء لكل المستمعين الكرام، دائما الوقت اللي تكونوا غادي تتواصلوا معنا بعدوا على الراديو، راه ما تخيلوش داك الصدى ديال الصوت شنو كيدير في الاذان ديالنا. مرحبا بك ليلى. ليلى الراديو، شوف غنعتذر منك ما غناخذكش حتى تبعدي على الراديو ليلى، غنمشيو ناخذ مكالمه اخرى. هذه المره خديجه على الخط معنا، وناخذ فاطمه من مدينه الدار البيضاء. اهلا بك فاطمه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. لاباس عليك هانيا؟ الحمد لله فاطمه. الله يخليك احسن ما تنسول الخبير بالموضوع على واحد الثوب. عندي جوج ثوب ديال جوهره. اييه. وبغيت ندير قميص لتحت ديال جوهره وفوق منو عاود جوهره في نفس اللون يعني كحل في كحل. هما اشمن لون في الكحل؟ كحل. في الكحل. اييه. بغيت غير نسول الخبيره اشمن خياطه ندير ليهم. قولي الله يخليك جوهره اللي عندك هي وعندك كنظن تكون وحده نظن شويه غليظه وحده غتكون خفيفه ياك؟ شويه اللي بغيت ندير لتحت شويه واقفه، شويه التوب ديالها واقفه ولكن فوقاني طايح، هذا النوع ديال جوهره اللي طايح. طايحه والتحتانيه ما كتبينش.
لا تحسني ما كتبينش. واخا واخا ان شاء الله نعطيوك الاقتراحه. فاطمه شكرا لك تواصلتي معنا من مدينه الدار البيضاء، وهذه فرصه باش نسولك بزاف ديال السيدات ولاو كيديروا هذه الطريقه، دلال جوهره فوق جوهره. انيقه هذه مده كنا كنشوفوا ديما جوهره مع الحرير. نعم دابا هي كتجي انيقه. داكشي سالتها واش ما كتبينش، بحيث الا كانت وحده فيهم غتبين غنضطروا اننا نبطنوها، وحنا مقبلين على فصل الصيف شويه. نعم. ما غاديش نستحملوا داك لا دوبلور. اما بما ان هي المشكل ما مطروحش، ف قميص وجلابه وقميصها بنفس الثوب فهو كيجي انيق جدا. قالت ان عندها في الكحل، فإلا كان ممكن وكان عندها الوقت ممكن تخدمها براندا. انا كنفضلها، انا كنشوفها براندا، لان بما انها دير جوهره مع جوهره تخدم الفوقانيه بواحد تكون مثلا راندا عريضه، وهذاك بما انه ما كيبينش وهي غادي تستغلو غادي تلبسو حتى بوحدو، فما نحقروش تخدمو بواحد راندا تكون ارق من هذيك، تكون نفس الشكل مثلا ولكن تكون ديال الجلابة عريضه والاخرى تكون رقيقه عليها. واخا شنو من اللوينات اللي تقدر دير ملي كيكون عندنا الكحل هكذا؟ اللوينات اللي ما بغاتش دير اللون في اللون، فاللون الكحل كيبقى لون محايد، كيعطيك واسع الاختيار كل الالوان. انا قلنا ما تكثرش اكثر من جوج وثلاثه الالوان باش ما يجيش ما تجيش مشعشعه بزاف. نعم هكذا دلال. في هذه الحاله مثلا بالنسبه لفاطمه، جوهره اللي كتكون مطروزه تجي مزيانه، لانه عندنا الكحل ونقدروا نديروا اللوينات اللي بغينا. جوهره مطروزه، في جوهره مطروزه يعني راندا مطروزه، راندا مطروزه. نعم جوهره هي اللي دارجه على الموضه، كندخلوا فيها لي بغيد، فمثلا ممكن داك لي بغيد هما اللي يدخل فيهم اللون، يدخلوا فيهم اللوينات. نعم تنبات وقتاش نقدروا نديروه في راندا؟ ممكن نديروه الا كنا شي حاجه اللي للحضور، كانت غديرها جلابه للحضور، شي حاجه اللي ابيي ممكن دخل فيها شويه تسقلي، ممكن تنبات. لكن الا كانت باش غادي تطلقها وتلبسها مثلا لساير الايام او لا هذا بغات تخليها كلاسيكيا، فمن الاحسن تبعد منها. واخا نمشيو نتواصلوا مع خديجه على الخط هذه المره. مرحبا بك يا خديجه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. عليك شكرا. الله يخليك اختي. عندي واحد اللبسه بالاورونج ياك، هي مشارجي بالبيرلاج الصاري، ودابا بقى لي دابا الحزام والصباط والزيف، ما عرفش اشنو ندير ليه. اسمحي لي، هي قلتي لنا صاري داخل بيرلاج عامر مشارجي عامره بالبيرلاج. وي وشنو الوينات اللي داخلين في الصاري؟ يعني شنو على البيغلاج؟ غير حجر وصافي. غير حجر؟ واش حجر دوغي ولا حجر فلونو؟ سميتو عندك شويه شي حاجه ديال الدوغي وكله ارجون. فيه يعني فيه سقلي فيه الدوغي ولا ارجونتي؟ اه وي الحجر ماشي ماشي الحجر سقلي، غير الحجر. الحجر. وانت باش خدمتيها اللبسه؟ اللبسه خدمتها بالصاري بيض والصومو ديالها. سقلي بيض والصومو؟ بيض وصوم. حتى هو باللون هذا الاورونج ومخدوم بواحد الطريزات ودوك التيغلاج باللوينات شويه خفاف بالاورونج في نفس اللون ديال. نعم والطريزات باش تخدموا اللوينات ديالهم ديال القفطان لتحت، غتذبح واحد السليته صغيره رقيقه. في اشمن لون؟ في اشمن لون؟ بالصمت هي بالبيض. بسقلي بيض حتى هي. وي دابا بقى لي الحزام ما بغيتش ندير في الصم البيض، لان غيجيني مشارجي بزاف مع اللبسه. وباقي عندك الو مازال معنا؟ مازال معنا. وباقي عندك الطريف ديال التوب لا ديال القفطان تحتاني؟ لا ما بقاش عندك. واخا خديجه شكرا لك تواصلتي معنا، وان شاء الله نجاوبوا على السؤال ديالك هنا. دلاله شنو نقدروا نديروا؟ بقى عندها مشكل في الحزام في الفولار وحتى في الصباط اللي غتلبس مع اللبسه. فبالنسبه للفولار قالت لي ان هي خدمتها بسقلي ارجونتي والصومون، وانا فهمت منها ان الصومون كاين قليل هو اللي غادي نخرجوه في الفولار. وبالنسبه للحزام فممكن تخدموا كله بالحجر، لان قالت لي ما بقاش عندي ثوب وما بغاتش دير سقلي، ما بغاتش تشارجيها باش ما تجيهاش مشعشعه كيف ما كنقولوا. ولكن هي قالت ان داير خدمه القفطان بالطرز. او من هذاش سالتها ما بقاش الا قدرت تلقى طرف ديال الثوب فتعاود داك الطريزات اللي عندها في القفطان هما اللي تخرجهم في الحزام. أيه. بالنسبه للفولاغ ديروا صومو، بالنسبه للصباط بما ان هي مخدومه بالارجونتي فتبقى في الارجونتي. واخا غادي نمشيو هاد المره، ومن بعد خديجه نتواصلوا مع ام محمد على الخط معنا من مدينه مراكش. اهلا بك ام محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا. شكرا على هذه النصائح كاملين اللي كتقدموها علينا. العفو مرحبا بك. البرامج ديالكم كاملين راه معاونينا بزاف في الحياه ديالنا. الحمد لله. اهلا وسهلا. شكرا.
انا عافاك بغيت ندير واحد الجلابه بالنسبه لهذا الموسم ديال الصيف أيه. ولكن ما عرفتش اين لون غنختار ولا واخا. ام محمد اول حاجه شحال في العمر ديالك؟ انا في عمري 26 عام. واخا تعطينا فكره على اللوينات اللي عندك ديال الجليبات اللي مخدومين من قبل باش ما نعطوكش نفس الاقتراحات شي حاجه اللي عندك. عندي الجري اييه الاخضر واخا وقهوي ومخلط مع السومو شويه اييه صافي. قول لي مع الجلالب اللي عندك كلهم اوني، ما عندك الجلالب اللي فيهم مثلا موردين او لا فيهم لاسبخو؟ لا سي عندي جلي الباص اللي فيها السمو القوي درتها جلابه قسطان ما ديال الحضور المهم درتها على داكشي. والكري والخضراء لا ماشي امبريمي غير ماشي امبريمي. دونك انت كتفضلي بغيتي جلابه لون واحد؟ بغيت لون واحد ولون ديال الصيف. لون ديال الصيف عافاك سمحي لي واحد السؤال واحد اخر. عندي وليد عنده 5 سنين وبغيت ندير ليه هكا شي شي لبسه تقليديه من غير جلابه. واخا شي لبسه تقليديه هكا في الصيف مع العراس والعيد. واخا ان شاء الله نعطيك الاقتراح وما يكونش بالكحل. شكرا. ما يكونش الكحل. واخا ام محمد وبالنسبه للجلابه بغيت الساك والصباط اييه مع الشن والفولاسطه هو. شكرا. واخا ام محمد غير الا سمحتي اللون ديال البشره ديالك بيضه ولا سمراء؟ بيضة. ان شاء الله نجاوب على كل اسئلتك. شكرا لك ام محمد تواصلتي معنا من مراكش. حنا دائما باب التواصل مفتوح مع كل اوفياء وكل تساؤلاتكم اللي عندها علاقه بالموضه. اليوم كنجاوبوا عليها مع مصممه الازياء دلال الريح في برنامجكم سيداتي سادتي على مد راديو. دائما الاذاعه القريبه منكم فاصل وراجعين فخليكم معنا. لقاءنا متواصل ومستمر مع كل اوفياء في برنامجكم سيداتي سادتي على مد راديو دائما وبحضور مصممه الازياء دلال الريح. دلال توقف نفس السؤال ديال ام محمد من مراكش اللي كانت تواصلت معنا في العمر ديال 26 عام بغات شي اقتراح منك الجلابه للصيف، بغات تعرف اللون الخياطه كذلك. سولناها قالت عندها مجموعه ديال الالوان اللي ذكرتها باش ما نعطيوهاش نفس الاقتراح يكون فيه تكرار، وبغات تعرف حتى بالنسبه للصاك والصباط والفولار اللي غادي دير مع الاقتراح اللي غتعطيها بالنسبه للجلابه ديال الصيف. بالنسبه للالوان كيف ما جاوبنا الاسئله اللي فاتت فالالوان اللي دارجه هي الوان فاتحه والكولور باستيل اللي عقلتي جاوبنا. واحد السيده سالتنا الاسبوع اللي فات كانت سولت على شنو هما الالوان باستيل. فحتى السيده ام محمد من مراكش نقول مراكش خصوصا معروفه بالجو ديالها الحار فهنا نصيحه تاخذ توب اللي فريمون كيشرب العرق تاخذ القطن او لولان. وبالنسبه للالوان هي قالت عندها الغري عندها المارون عندها الخضر فتاخذ الزرق مثلا الفاتح او لو بلوغوا حتى هو كيجي في فصل الصيف. الا ما بغاتش تاخذ كولور يعني لون مفتوح تاخذ البلوغوا فهو بين ومين. كاين الغوز ايضا كاين السومون. هي البشره ديالها بيضاء يعني المشكل ما مطروحش. بالنسبه للفولار وهي غادي دير جلابه اوني فنصيحه تاخذ الفولار يكون امبريمي ولكن فيه داك اللون ديال الجلابه داخل في داك الالوان اللي عندها في الفولار. بالنسبه للساك والصباط فهنا غادي تشوف لي بون بالنسبه للكحل والمارون فهي الوان شتويه كنمشيو للبيج كنمشيو للبيج كنميلوا اكثر باش كيجي غزال في الصيف. ودابا كنشوف كاين حتى اللوينات بحال الغوز بارد موجودين وبشكل انيق في سواء في الساك وفي الصباط فكاينين اللوينات ممكن تاخذ لو ديغرادي الا كانت ما كتبغيش داك الصباط والساك في الالوان فتاخذ الباج وتبقى محايده. كنصح السيدات حتى بواحد الكري ما كنت مؤخرا درت واحد الجوله في الاسواق وهكا وشفت كاين واحد الكري غزال فيه واحد الغوفلي ديال الزرق فكيجي غزال في الصيف في الساك وفي الصباط راه متوفر دابا يعني كاين وكيجي غزال وربما كيكون عندنا انه كيتوازن مع بزاف الالوان ممكن بلو كري غادخلوا ربما مع الزرق ربما غادي يدخلوا مع الكري. اييه كانت سولات ام محمد كذلك بالنسبه لوليد اللي في العمر ديالو 5 سنين كنظن وقيله هو محمد فهي قالت على انه بغات ليه شي لبسه تقليديه اللي غادا تكون في الصيف ربما الا كانت مناسبه ديال العيد حتى في شهر رمضان الكريم ما شاء الله الوليدات لما كنشوفوهم داك اللباس التقليدي فشوا منهم كنقولوا ربي يحفظهم من العين وكنعودوهم على على التقاليد وعلى الجو ديال الجو الروحاني ديال الشهر الفضيل. هي قالت من غير جلابه من غير جلابه فانا غادي نصحها هذه تجربه شخصيه انا دفتكو درتهم لولدي حيت دلال ام ياسين ام ياسين ام احمد ياسين
بون غنصحها بالقندورة كتجي الشكيل ديالها كيجي غزال بالنسبة للوليدات. إذا قندورة قندورة او الى بغات فانا هاد الشكل درتو انا كنقول الجبادور غادي يعذبهم اللي كيكون داك السروال بلدي وداك الفوقاني ديالو حتى هو بلدي. فانا كنقترح دير مثلا بتيت ماشي فاست ولكن بحال اون شوميز هي بلديه مثلا بالمبره. فانا كنوصف لك الشكل اللي عند ولدي فمن طون كان نهضر وديرها له مع سروال عادي مع جين او السروال ديال لولا. فهو في نفس الوقت غيكون لابس رومي ولابس واحد اللمسه بلديه والمنظر ديالها كيجي اني. نعم شنو الاسواب اللي تقترحي لي؟ قلتي المبره دالة. المبره كتجي زوينه بزاف. كاين شونطون ايضا كيجي زوين. فهي تخرج للسوق وتشوف ولكن من الاحسن تشوف شي حاجه اللي ما اللي هي كتشرب بحال المبره الا خدتها. فكاين دابا ديك المبره الفيلوغ دو سوق ديال الحرير ديال الحرير طايحه وخفيفه طايحه وخفيفه وكتجي انيقه. نعم نمشيو هاد المره من بعد ام محمد غادي نتواصلوا مع مونيا على الخط معنا من شمال المغرب مدينه طنجه. اهلا بك مونيا. الو صباح الخير لالا عفاف. نهارك مبروك مونيا. مرحبا بك. الحمد لله. لا خليك عندي واحد جوج ديال السؤال الخبيرات ديال الموضه لالا دلال. مرحبا. الام ديالي ماما عندها 62 ياك لونها اصلي عندها جوج تويبات عندها تصوب في البيض بروكار وبغات ديرو بالراندا. هي شاهيه ديرو باللوينات يعني سمحي لي البروكار غديرو قفطان وي قفطان وي افكتيفمون قفطان واقف واقف بلا حزان واخا وشاهيه ديرو بالراندا ايه وبغات تدخل فيه اللوينات واش ممكن انها تدخل فيه الالوان هو سمحي لي البروكار بيض في بيض بيض في بيض وي فوالا والسؤال الثاني هو عندها لبسه بالحرير تستاني حرير وفوقاني تليجه وكلها بدي فلور يعني الارضيه بيج ولكن فيها لا فلور فيها ميتي كولور فيها التوركوا فيها لورونج فيها فيها الالوان يعني باستيل بغات تعرف واش تقدر هي تخدمها بالراندا كيف التحت كيف الفوق واش غتدخل فيها الالوان ولا تخدمها بلون واحد. سمحي لي وتوب تحتاني شنو اللون ديالو؟ حتى هو لا ميم شوز يعني دو بياس تليجا دو بياس فوالا دو بياس وفيها الالوان مختلفه فيها الالوان الباستيل فيها لو تيركوا فيها والارضيه ديالته بيج وغتعرف واش الراندا حتى هي تقدر تدخل فيها داك الالوان اللي كاينين او لا دير لون واحد. واضحه كل الاسئله ديالك مونيا. شكرا لك تواصلتي معنا من طنجه. العفو هذا واجب علينا. شكرا لك. اذا نبداو بالسؤال الاول ديال مونيا من طنجه. قالت بغوكا ابيض بيض بيض في بيض فهو لون حايد يجيها رائع براندا وتخدم تدخل فيه اللوينات لا بد ما يمكنش غتخدمه هو بيض وغادي تخدمه في البيض ما غيبانش ما غاديش يبان نهائيا. فتخدم داك الراندا وترزها بالالوان. شنو هما الالوان اللي تقدر دير ناخذ بعين الاعتبار حتى العمر ديالها دلال 62 عام؟ فممكن تدخل الصفيفار الخضار الخضار مثلا ممكن تدخل الاحمر حتى هو غيعطينا هذا الطرز غادي تلعب فيه كيف ما هي بغات. ونرجع ونقول ما تكثرش الالوان بزاف يعني ماشي اكثر من جوج وثلاثه ديال اللوينات فقط. وإلا كان مثلا غتكون غدير الفولا غدا ففي لي زاكسيسوار غادي تدخل واحد اللون من هاد الالوان هادو باش نخرجوهم اكثر بما ان القفطان في البيض. بالنسبه للبصه ديال التليجه هي قالت مش ممكن تخدمها راندا. الشكل ديال هي التليجه دارجه على الموضه رجعات. كنا شحال هادي كنشوفوها مثلا غير في القفطان التحتاني مثلا تحت من ساتان ديوشيس فاش كان لو ساتان ديوشيس او لا. فاليوم رجعات هي في الحقيقه عمرها ما تسول لكن هي الان هي دارجه بداك الفصاله اللي كانت شحال هذه مفتوحه في الجناب كتجي انيقه جدا وممكن تخدمها براندا لا حرج. هي قالت ان الارض بيج فانا انصحها تخدم الراندا مثلا بالبيج وترزها باللوينات اللي هما عندها مثلا بحال لورونج ولو تيركواز. واخا تبارك الله عليك دلال. غادي نمشيو هاد المره بسرعه نجاوبوا على بعض من التساؤلات اللي وصلنا بها عن طريق الرقم 5080. ومعنا اس ام اس من عند مستمعه كتسولك دلال شنو هما الاثواب اللي كيستحملوا الطرز باليد
الا بغات دير شي لبسه الطرز باليد كتسولك على شنو هما، ربما هي كان عندها مشكل على انه خدمات شي لبسه والطرز الثوب ما تحملش فتمزق ليها الثوب، فكتسولك شنو هما الاثواب اللي كيتحملوا الطرز. ماشي ما يكونوش اثواب اللي كتسل مثلا، هذيك الاثواب اللي كتسل فمجرد ما كتدير ليبرا فممكن كتجر لك واحد الخيط وكيتسلل الثوب. فمثل الاثواب اللي هي قابطه راسها، هي سمح لي شو بغات، شو قالت بغات بغات تعرف الاثواب اللي كيتحملوا الطرز، الطرز باليد. الطرز باليد نعم. فكاين لاسوا كتحمل ما كاينش مشكل، بحال مثلا لا موسلين خاص تكون فنانه فهي كتطرز، ولكن هي صعيبه يعني خاص تكون شي وحده اللي متعوده تخدم هذا النوع من الاثواب. مثلا لا موسلين ما غاديش تعطيها لاي واحد يخدم، خاص تشوف شي حد اللي فريمون كيعرف، لان حتى داك المرمى ملي كنديروها فهي كتخلي الاثار ديالها، كتخلي الاثار ديالها. فاللي كتكون خبيره يعني السيدات اللي كيسمعونا فهم عندهم واحد التقنيات باش ما مثلا داك المرمى كيحاولوا انهم يغلفوها كيطرزوا وعندهم تقنيات ديالهم. فتبعد من هاد الاثواب الا كانت مثلا خافت منهم وخاف كان عندها شك، تبعد تمشي للاثواب الحريريه اللي هي قابطه راسها. نمشيو هاد المره الاس ام اس من عند سمير من الرباط، كتسولك الدلال على واحد الثوب هو ديال الحرير قالت في بلو مارين وفيه دي سيركل او كنظن انها لاسبرو نعم عندها في الابيض، فهي كتسولك بغات ديروا جلابه وبغات تعرف اللوينات اللي غدير في الخياطه، قالت ما بغيتش الابيض هو اللي يكون غالب، اذا هو الثوب بلو مارين بالنسبه للارضيه والدوائر اللي فيه لاسبرو بالبيض. فانا غنبعدها من هاد جوج اللوان تخدمهم بالغوص فوشيا اولا بالاحمر، الغوص فيشيا ولا بالاحمر بالنسبه للجلابه، وان شاء الله نتمنى تخدمها وترد علينا تقولنا غزبينا، ولكن انا كنفضل الغوص فيشيا. غوص فيشيا، الف شكر لك مصممه الازياء دلاله الريح، شكرا لك دائما مصدر رحبك تجاوبي على التساؤلات ديال كل مستمعي الكرام. مرحبا اهلا وسهلا، شكرا لك. احنا وصلنا لختام حلقه اليوم من برنامجكم سيداتي سادتي، خليوا التواصل معنا يكون مفتوح يوميا من خلال مجله المراه المغربيه بامتياز موقع لالامولاتي.ما اللي تلقاو فيه كل ما يفيدكم، كذلك زوروا صفحه برنامج سيداتي سادتي في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فكل الاقتراحات اللي كتمر معنا في البرنامج كتلقوها مدونه وموجوده في الصفحه وتقدروا ترجعوا ليها في اي وقت. لكم اطيب ورق تحيه من عفاف ماجد، كانت معكم في الاعداد والتقديم سعيد عقال، رفقتني في الاخراج وسميحه في استقبال مكالماتكم شهيه طيبه، الى اللقاء.